اكيد المراه ماشي ما نقولوش لها غير في هذا العيد، المرأة دائما وأيامنا كاملة في العام كامل. تحية تقدير كبيرة واحترام للمرأة بشكل عام والمرأة المغربية بشكل خاص بجميع تلاوينها في المجتمع. المرأة العاملة، المرأة ربة بيت وحتى العاملة يعني في عدد من القطاعات. شفنا اليوم واحد المبادرة زوينة، مبادرة جميلة بزاف من جمعية أبطال الرياض الولفة، مشكورين عليها. علاش؟ لأن باش تفكر واحد الشريحة اللي متنوعة من النساء، هذه مبادرة رائعة كيف ما قلت مشكورين عليها، وأي واحد ممكن ينوه بها. يعني شفنا أمهات الأطفال اللي كيلعبوا في الجمعية كرة القدم، شفنا أيضا سائقات تاكسي، شفنا عاملات نظافة، شفنا إعلاميات وحنا وحدين منهم. أكيد هنا كيبين بأن المرأة ما كتقتصرش غير على فئة معينة أو على مجال معين، هي ماشي نصف مجتمع. أنا كتبان لي المرأة هي عماد المجتمع ككل. اكيد دونك في حال هاد المبادرات نتمنوا نبقاو نشوفوهم على طول السنه، ماشي غير مرتبطين بلوي مارس. اكيد لان كنقولوها كل عام كنقولوا احنا ما عندناش غير نهار واحد، وهذا الشيء ما محتاجينش نقولوه، هذا الشيء كنبينوا عليه لا في خدمتنا لا حتى الامهات ديالنا ولا خواتاتنا ولا صحباتنا ربات البيوت. فهذاك كيبقى في حد ذاته عمل، وعمل كبير، عمل كبير يعني حتى لي فور اللي كيدار ماشي شي حاجه سهله. دونك مره اخرى عيد سعيد، والله يجعل ايامنا وايام المراه المغربيه بالخصوص كلها اعياد ان شاء الله. درنا هذه المبادره ديال عيد المراه باش نفرحوا كاع النساء ديال المغربيات مكافحات، فيهم امهاتنا، فيهم الزوجات ديالنا، فيهم دريات خوتنا، فيهم تقاد ذكرى قديمه ان شاء الله قديمه. كل عام نحتفلوا بها 8 مارس تبقى عندنا، احنا بالنسبه لنا احنا كجمعيه تبقى عندنا هذه الذكرى ديما نحتفلوا بها. المراه المغربيه شنو نقول لها؟ الله ينجحها في العمل ديالها والله يوفقها مع الوليدات ديالها، واللي تقرا والله ينجحهم والله يعاونهم على المجهودات اللي تيديروا مع الابناء ديالهم مع العائله ديالهم. والمراه مهمه.